ارحب بضيفي الكريم نجم مصر وجناح النادي الاهلي الطائر الكابتن الكبير ياسر ريان. اهلا بيك. معك كابتن حميد، ازيك؟ منور كل سنه الدنيا. طيب. ايه الشياكه دي؟ عامل ايه؟ الحمد لله، كل سنه كله وانت تمام؟ طيب. الحمد كنا لله والله. نفسنا نشوف احمد امبارح بس الظروف بقى مش يعني. مشكله، انت عارف برضو المباراه اللي هي بتبقى فيها ضغط عصبي ونفسي، انت عارف النادي الاهلي طول ما بيبقى فيه مدير فني ما بيتفرش معاه. خدنا بطوله الدوري اه، بس برضو كل مباراه بيبقى لها ظروفها ولها حسيتها، وانت عارف مباراه الاهلي والمصري بيبقى برضو لها حسابات تانية خالص أكيد يعني. أكيد أكيد يعني إن شاء الله يعني هذا الشبل ان شاء الله باذن يعني الله ربنا حاجة يوفقه، ان شاء الله حاجة يوفق زمايله ان شاء جميلة الله. أهلاوية يعني مستنية ان شاء منه الله الكتير، وإن شاء الله يكون باذن عند الله حسن ظن ان شاء الجماهير الله الأهلاوية، يكون كمان عند حسن ان ظنك شاء كمان يا الله. كابتن ياسر. يعني تحب نبدأ منين؟ عندنا حاجات كتير قوي ممكن نبدأ بيها. نبدأ مباراة امبارح الأهلي والمصري، إيه رأيك فيها؟ اه يعني احنا لو جينا نتكلم على مباراة الاهلي والمصري، انت عارف اه النادي الاهلي خد بطولة الدوري زي ما اتكلمت معاك، بس برضه في الاول وفي الاخر انت عارف في مباراه بتبقى ما ينفعش النادي الاهلي نخسر فيها او أكيد نتعادل، يعني أكيد نتيجه التعادل بالنسبه لنا امبارح انا اعتقد اللي هي مكسب أكيد مش مكسب. اه احنا الحمد لله خدنا، النادي الاهلي خد بطوله الدوري، النادي الاهلي الفرقه الوحيده اللي في الدوري ما خسرتش، النادي الاهلي اللي هو خد بطوله الدوري قبل ما الدوري ينتهي بمباريات بعض المباريات، كل ده بيتحسب النادي الاهلي. لكن برضو الجهاز الفني اللي بقى موجود وماسك في نادي الاهلي، وممكن النادي الجهاز الموجود حاليا جهاز مصري، فبيبقى عارف اهميه المباراه واهميه كل مباراه النادي الاهلي بيلعبها، تمام سواء مباراه وديه، مباراه رسميه، تمام مشترك في بطوله، مشترك في مهرجان ايا كان، حتى في الناشئين برضو هتلاقي نفس الانطباع اللي بقى في الدرجه الاولى فوق اللي هو المركز الاول بالنسبه لنا، هو ده اللي النادي الاهلي لن يقبل الا بالمركز الاول، دي حقيقة لكن النادي الاهلي بالمركز الثاني بالنسبه له او زيه زي المركز الاخير. بالظبط بالظبط، بالظبط. هي ديت يعني اه ده حل الفرق كله. لكن مباراة المصري امبارح يعني احنا بنقول هي كانت مباراة واخدة الوضع الشكل الودي نسبيا، النادي الاهلي خلاص حسم بطولة الدوري، كابتن حسين برضو بيجرب بعض اللعيبة، مش تجربة، طالما لعب في النادي الاهلي مفيش حاجة اسمها تجربة، انا معاك لاعب النادي الاهلي يلعب في اي وقت ويلعب بيبقى في فرص، انا واحنا خدنا معاك قبل كده فرص كتير بتبقى اثبات وجود ليا مش تقليلا، طالما انت هي موجود في قائمه النادي الاهلي اعرف ان انت لعيب مميز، كلام محترم حتى لو جدا. انت مش موجود او ما بتشاركش بصفه اساسيه او مش مالكش دور، انت حاسس مالكش دور، لكن هيجي لك الفرصه حتى لو انت لعيب كبير. حتى عماد متعب امبارح كان بيحاول امبارح اللي هو يظهر، هي بتبقى كده والكابتن نادي. حسام اثنى عليه كابتن ياسر امبارح لما اجرينا معاه لقاء بعد المباراه، يعني اثنى على عماد متعب يعني اتكلم عليه كويس قوي اكيد احسن حسام وعايز ان هو طبعا بالظبط عماد نجم كبير، لكن لما المدير الفني كمان يتكلم عليه خصوصا ان هو ما كانش واخد فتره طويله، لا يتكلم عليه كويس قوي. بالظبط، عشان كمان انت عارف بعيدة، وانت لعيب كرة وعارف بعيد عن فورمة المباريات وبعيد عن حاجات كتير جدا، بالظبط كل ده له دور وله اساس. انا امبارح يعني انا برضو سمعت بعض التعليقات من بعض الناس كنت في من خلال القنوات، يقول لك لا اللعيب لازم يثبت وجود، لا هي مش احسن، هي مش عافية كرة القدم، وخاصة اللعبة الوحيدة اللي بتبقى عايزة أولاً، حتى المباراة لو أنت بتلعب مباراة ودية غير الرسمية، غير الضغط العصبي بتاع مباراة 3 بونت، غير الضغط العصبي بتاع المباراة الودية، تمام. كل حاجة ولها توازنها يعني. يعني امبارح كمان يا كابتن ياسر تألق صالح جمعة بشكل ملفت قوي للأنظار، أحرز 4 أهداف من 3 مباريات. يعني عايزك تقول له كلمة، أنت نجم كبير برضه، وصالح يعني أنا دايماً بقول إن هو يعني بخيل في حق نفسه، بالظبط مش عايز يطلع كل اللي جواه، مع انه نجم يعني لو اهتم بنفسه شويه او شاف الامكانيات طلعها هيبقى من احسن النجوم اللي طلعت على الساحه انت المصريه. بتتكلم على لعيب، انا يعني انا نفسي لو حصل لي نصيب وقابلته في وقت من الاوقات واحنا بنلعب حد بتاعته خمس، نفسي اقول له حاجه، اما بيبقى عندك موهبه، في لعيبه كتير جدا قبليك كانوا برضو نفس الموهبه وخروا طريق تاني وشكل تاني، لا ما ينفعش، انت لعيب في النادي الاهلي محسوب عليك كل خطوه، فعلا محسوب عليك كل حاجه انت بتعملها، فعلا انت نجم وانت لعيب عندك ربنا اعطيك الموهبه، تعرف تجيب جون، لعيب كرتك عنده كويس، عنده كل حاجه كرتك كويسه، بتعرف تغير مجرى مباراه كامله، بالظبط بتعرف انت ما بتبقى انت عايز. يعني انا لاحظت على حاجه، كان في فتره من الفترات ما كانش كويس، الفتره الاخيره تحس اللي هو واحد لعيب تاني بالظبط خالص، بالظبط. يبقى انت بتعمل ايه؟ شوف انت بتعمل ايه الفتره الاخيره وخليك ماشي على كده، نومك بدري احسن، بص لا بديل، وفي حاجات كده ثوابت في كره القدم، وخاصه انت عايز تبقى نجم وعايز توصل لنجوميه معينه، لا في حاجات كتير مطلوب منك، حاجات كتير مطلوب منك، ما تسهرش، مطلوب عنك لازم تنام طب انا بدري، مطلوب طب يعني كلام حلو قوي، كلام حلو قوي، يعني احنا ممكن او الجيل القديم ممكن يعرف يعمل الكلام ده، يبقى عنده كنترول قوي، لكن انت عارف الحياه الايام ده كابتن ياسر يعني كلها عارف ممكن تبوظ دماغ اي حد، خلينا بالظبط نتكلم بالعاميه شويه عشان بالظبط. الجمهور كمان، فازاي يعني ازاي نقول للعيبه تسيطر على نفسها حتى لو هو الدوافع عنده قليله يعني خارجيا، لكن هو داخليا في الملعب زي ما انت قلت صالح
نجم كبير يعني، في اقل منه وسطهم اعلى منه ماشي للاسف يعني، بس لكن هو نجم كبير فازاي يسيطر على نفسه؟ لا خلي بالك في ثوابت في كره القدم مش هينفع تتغير، ولا الجيل القديم ولا الجيل دلوقتي ولا اللي بعد كده. في سمات، ما انا بقول لك ما السمات دي بتاعتك انت، سمات شخصيه مش هقدر انا اسيطر، انت اللي تسيطر على نفسك كشخص. لكن في سمات، في سمات وفي ثوابت شخصيه. ثوابت الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها اللعيب ده في ثلاث حاجات، طبعا اول حاجه يكون قرب من ربنا سبحانه وتعالى، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ثاني حاجه اللي انت تكون بر باخواتك، وانا بكلمك في حاجات بره الكوره بس أكيد. احنا مرينا بالظروف دي كلها. بر باهلك، بتحترم اسرتك، ما بتسهرش، بتنام بدري، بتسمع كلام المدرب، بتتمرن كويس جدا. وفي حاجه مبدا عندنا برضو في كره القدم، تتمرن كويس هتلعب ماتش كويس. تتمرن الاسبوع ده تمرينك مش كويس اوعى تفكر انت هتقدم في الماتش بشكل مش كويس. فكل حاجات في ثوابت في سمات. السمات الشخصيه بتاعت صالح جمعه احنا نتكلم يعني بصفه شخصيه على صالح جمعه، لا انت في حاجات انت اصلا لازم تقومها. يعني انا لما اروح مكان ولد صالح كان جمعه كان هنا، لا مش، لا ما ينفعش. احنا لاعبي كره القدم ولاعبي النادي الاهلي ما يظهرش غير ما بعد ما تبطل كوره تروح زي ما انت عايز تروح تسافر وتروح وتيجي. لكن طول انت بتلعب ليه؟ انت النهارده بتخسر، الجمهور بيقابلك في الشارع، هتلاقي الناس بتكلمك باسلوب مش كويس، كسبت بطوله الدوري الناس هتلاقي طايره بيك. يعني لازم السمات اللي جواك ده انت اللي لازم تظبطها فيه. لكن في ثوابت شخصيه احنا اتكلمنا عليها، وفي التزام شخصي منك انت مطلوب أكيد. منك انت عايز تبقى نجم مش هتيجي بالسهوله. اكيد يعني شفنا برضو، يعني خلينا برضو اركز على صالح، لان صالح يعني نفسي يطلع كل اللي عنده عشان هيبقى نجم كبير ان شاء الله، ويفيد النادي الاهلي ويفيد منتخب مصر كمان. اكيد امبارح يعني صالح حصل احتكاك كده بينه وبين لاعبين، شفنا في 10 دقائق صالح جمعه حد تاني خالص، يعني اثير يا كابتن ياسر. بص اثير بالظبط، هو حصل مشكله كده وشد وجذب وبتاع، لقينا صالح ده تحول وبتاع، حتى الجون اللي جابه جون ملوش فيه اصلا، عمل تاكلينج وجاب الكوره وحطها بشماله في البعيده، حاجه نموذج. كيف يثار اللاعب؟ يعني ازاي انا يعني اسيرك، اخليك تطلع كل اللي فيك؟ خلي بالك ما انت برضه هتكمل، ما هي من ضمن سماتك الشخصيه. يعني انا ممكن في حد ممكن يستفزني بالظبط وانا بلعب، وانت برضه انا بتكلم انت اكيد واخد الاحساس بتاعي، ممكن حد يستفزني. لا في حاجات انت المفروض تركيزك انت في الملعب. اي حد، ما احنا ياما كنا في ناس بتتكلم علينا بطريقه مش كويسه واحنا في المدرج وهما في المدرج بالزبط. كل ده ما تشغلش نفسك. واحد اكيد، وعلى فكره ومين اللي بيتلاقي واحد زي صالح جمعه هتلاقي الناس بتشتمه عشان هو نجم بالزبط. عشان لاعب كويس بالزبط. عشان هو ظاهر، ما اشمعنى ما بيتكلموش عليه اللاعب تاعه وما بيشتموش، مش عايزين نقول الفاظ خارجه يعني. لكن انت ما تركزش غير في الملعب. انت ما ركزت، بتقول 10 دقايق اللي انا اتفرجت على المباراه امبارح، شو اللي انت ركزت فيهم؟ واه كنت مشدود ومتنشن ومش عارف ايه، لكن تخيل انت هو يعني اثير وبقى كانت اثاره ايجابيه، اثاره جميل. يعني اثرت في مستواه بالايجاب. باش طب ليه انا ازاي بقى اخليه كده من الاول؟ ازاي اخليه فايتر من الأول؟ لا خلي بالك، ما انا قلت لك هو واحد زي ده في حاجات بتبقى جوه اللعبه، انت خلي بالك كمان ماتشات بدون جمهور. فانت ما بتطلعش كل اللي عندك في شخصيتك انت. في حاجات بتبقى ناقصاك الجمهور ده، يعني انت ما يبقى جمهور ضدك هتعمل ايه؟ يعني انا كان موجود على ايامنا كابتن حسام وكابتن ابراهيم، اول ما كنا نروح مدن من المدن اللي هي الساحليه، اول ما يبداوا يشوفوا تلاقي واحد تاني خالص بالظبط، واحنا قايلين له قبل المباراه خلي بالك الجمهور ممكن وهو بينصحنا وبينصح نفسه، بس هو ما بيقدرش على نفسه. ليه؟ ممكن تلاقي الجمهور بيدخل في قصه ثانيه، اب ثانيه. لكن انا كنت اي حد كان بيتكلمني سواء كويس او وحش، ده مش مع جمهور انا في 90 دقيقه، ولا الجمهور يشجعني كويس او وحش. بعد المباراه انا بقيم نفسي. فصالح جمعه اعتقد اللي هو الفتره الاخيره تقييمه تقييم ايجابي ليه، سواء في الملعب او بره الملعب. عشان كده انا بقول لك هو لازم يعرف الفتره الاخيره انت بتعمل ايه، ايه اللي انت بتعمله مخليك كويس، خليك على كده تمام. يعني برضو خلينا برضو في فيما بعد حسم اللقب، هل استراتيجيه الكابتن حسام بدري ماشيه لغايه دلوقتي زي ما هو عايز، ولا الظروف بتتدخل فيها شويه؟ لا بص، احنا انا قلت قبل كده قبل ما كابتن حسام البدري يبقى مدير الفني النادي الاهلي، كنت في قناه من القنوات الفضائيه بيقولوا لي ترشح المدرب المصري والمدرب الاجنبي. قلت لهم المدرب الاجنبي الفتره دي اللي هو كان مارتن يول لما مشى، قلت لهم الفتره دي انا اعتقد المدرب المصري بالنسبه لنا مطلوب. طب مين المدرب المصري؟ قلت لهم الوحيد، هم رشحوا بعض المدربين، قلت لهم الوحيد اللي يمسك النادي الاهلي بخبراته سواء في قطاع الناشئين كمدير فني طبعا كلاعب وكمدير فني ناشئين ومدير ومدرب مساعد ومدرب عام مع في الدرجه الاولى تمام. مع جوزيه تمام. وكان موجود مع كابتن مختار يعني خدها وعاش كويس قوي اجواء النادي الاهلي كمدير فني،
فمين اللي يرجع تاني يمسك الدرجه اللي هو قلت لهم الكابتن حسام البدري هو الاسطع. هو فعلا الكابتن حسام شخصيته راجل عارف ان النادي الاهلي مطلوب منه بطوله الدوري، مطلوب اللي هو يبقى بينافس على بطوله افريقيا، كلها منافسات اللي ياخد البطوله دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي انت بتوصل لمرحله اللي انت بتنافس، والدليل كابتن حسام البدري فرض شخصيته على الكل كلعيبه. خلي بالك برضو انت بتتعامل مع 20 30 نجم في الدرجه الاولى، أكيد. ازاي تتعامل معاهم؟ انت ممكن ما تعرفش تتعامل معاهم، ممكن وده حصل كتير. فالمدرب رقم واحد، حتى لما خدت دوره تدريبيه اول حاجه عرفتها من دكاتره التربيه الرياضيه المدرب شخصيه. ويعني انت ممكن ما تاخدش في التدريب حاجه غير شخصيتك طبعا. اه ممكن نستفاد منك فنيا، لكن هي دي مستر مانويل جوزيه يعني الشخصيه. هو في تدريب وفي شغل، بس برضه الشخصيه دي بتقدر ازاي تدير كره القدم. فشخصيه الكابتن حسام البدري ما نقدرش نقول ظروف، لا راجل عنده خبرات طبعا، معاه مجموعه من اللاعبين بصراحه على قد المسؤوليه، قدروا فعلا يوصلوا لجمهور النادي الاهلي عايزه حاليا، اللي هو خد بطوله الدوري، ده البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي. تمام. تفتكر برضه يا كابتن ياسر لو كانت الماتشات مش مصري مش زمالك، ماتشات اللي هو عارف لازم اكسب، يعني الجمهور مش هيعدي لي ان انا اخسر، وكمان حته ان انا عندي سجل خالي من الهزائم، دي حاجه يعني ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي، حاجه برضو مخليه كابتن حسام يغير فكره شويه. يعني لو كان الموضوع ماشي كان فيه خسائر قبل كده، كانت المباريات مش زمالك مش مصري مش امبي مش سموحه، كان ممكن نشوف شكل تاني للفريق، نشوف بدلا نشوف ناشئين نشوف. هو برضو خلي بالك، ما انا قلت لك ان انا متفق معاك فيها 100%. يعني ملاعب مصر غير ملاعب فرقه من الفرق اللي هي خلاص في هبوط، في فرق خلاص مش هنتكلم على باسماء فرق معينه، لكن في فرق موجوده في ترتيب الجدول وفي الدوري. يعني ممكن كان كابتن حسام يدي لهم، يعني اعتقد ان كابتن حسام بدل لو بيلعب الانتاج الحربي فرق البتروجيت، بيلعب فرق ممكن ما يكونش في منافسه بين ناديين برضو الاهلي غير ما بيلعب الاسماعيلي، بيلعب المصري، بيلعب سموحه، بيلعب زي ما في فرق. ما ينفعش انا حتى لو انا اخد بطوله الدوري، ما ينفعش انا انزل بفرقه للاعيب اللي انت منزله ده، ما ينفعش انا كمدير فني انزل 10 كلهم كانوا بعيد عن لكن كابتن حسام البدر عمل توازن، الناس اللي كانت موجوده بصفه اساسيه، موجود بصفه بتشارك، موجود الناس اللي كانت البدلة. هو عمل كده التوليفه اللي عملها دي امبارح كده. مانويل جوزيه كابتن ياسر عمل كده قدام الزمالك، ماشي، سافر اساسا وخلى فرقه ثانيه خالص، رايح كل الكبار وخلى فرقه هو اصلحش حدين. ما انا قلت لك في بدايه الحلقه لاعبي النادي الاهلي اساس واحتياطي وبديله، واللي قاعد في بيته ده في قائمه النادي الاهلي. انا هحكي لك على واقعه حصلت لي بمناسبه الحاجات اللي هي بتبقى لاعبي النادي الاهلي. تمام. كنا بنلعب الهلال السعودي في السعوديه، المباراه دي كان في البطوله العربيه، كابتن ثابت البطل اللي كان موجود، واعتقد لهولمان لاتسوبل في الالماني. تمام. الله يرحمه كابتن ثابت، الله يرحمه. فاحنا طلعنا من البطوله العربيه، انا ما شاركتش ولا في مباراه في البطوله، وانا قاعد في المدرج الثلاث ماتشات. جينا في المباراه الاخيره، طبعا انت عارف اللاعب اللي بيبقى مش متواجد في النادي الاهلي بصفه اساسيه بتلاقيه متضايق زعلان، عايز يشارك، عايز يبقى موجود، عايز يقول انا اهو. فجيت في مباراه الكابتن ثابت البطل ما بيني في الاوتيل في تحت في ريسبشن، قال لي انت ضارب واحنا خرجنا، بس احنا هتلعب كده على طول، وش هنلعب الهلال السعودي بكره، وانت عارف ماتش الهلال السعودي عندنا زي الاهلي وزمالك بالظبط، يعني هناك المصريين ما يهمهمش البطوله، المصريين عايشين هناك، بس يهم ماتش الهلال السعودي بالظبط. قلت له يعني انا هلعب بكره؟ قلت له بص انا ومن بالليل من مركز اللي انا في المباراه وعامل من احسن مباراه في حياتي، بلعب الهلال السعودي، عايز اقول لهم كلمه انا لوحدي، مش تقليلا لو جبت المباراه، بلاعبهم لوحدي. كان الكابتن شوبير بامانه في المباراه شال الماتش من طبعا ما الماتش فيه بين في سجال بين الاثنين، بس عامل ماتش الحمد لله علم، كسبنا 1-0، انا عامل جول لفيليكس، كسبنا 1-0، ده اثبات. عشان كده اثبات، لكن ظروف مع الكابتن حسام البدري والاجواء امبارح وخاصه ماتش امبارح لا صعبه. اللي انا برضو العب اهلي وزمالك، اللي انا العب بمجموعه التوليف، انا برضو عايز اكسب زمالك. انا برضو حاجات انا كمدير فني بتتحسب لي في السي في بتاعي، عشان كده بقول لك مش هتقلل مني انا كبطوله، انا خدت البطوله، لكن في ماتشات ما ينفعش انا اجازف فيها. هي مجازفه من جوزيه ماشي، وممكن تحصل في كل 10 15 والاهلي خسر 2-0 وهنخسر بالزبط. وخلي بالك حتى لو كسبنا يعني برضو ما هي انا باخد مجازفه، لكن الكابتن حسام بدر انا اعتقد اللي هو لا، الراجل عايز ينهي الدوري برضه اتحسب له في السي في بتاعه اللي ما خسرش ولا مباراه. حاجه تتحسب يعني، حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا، الرقم اللاعب وتتحسب للاعيبه اللي موجود، الجيل اللي موجود دلوقتي برضه، اللي حتى اللي شارك في المباراه كلها اتحسب له. وحصلت معانا انا في
البطوله من بطوله الدوري، انا شاركت في المباراه كلها حتى لو دقيقه حسبت لي. فدي كل ده انجازات هي بتتحسب له. فاكيد ما بيجي لا بامانه انا بشيد بلاعبتي النادي الاهلي والتزام للنادي الاهلي في حاجات كتير جدا الحمد لله يعني النادي الاهلي موفقه. كابتن حسام امبارح يعني بعد المباراه في تصريحاته قال يا جماعه دي مباراه استثنائيه وانا معايا رجاله، يعني انا هقول النهارده ان انا معايا رجاله، ما حدش يتكلم بقى في الفنيات، احنا معانا رجاله، احنا خلصنا زناكو ثلاث ايام مش عارف ايه وسفر وتعب ورحله وافريقيا وكمان ضغط عصبي، عندنا مباراه كانت اللي هي المصري، عندنا مش عارف مباراه بعد كده الكوتن الكاميروني، عندنا بعد كده مباراه في الكاس، عندنا بعد كده مباراه الزمالك، يعني ضغط بالظبط، ضغط انت مش متعود عليه بالزبط. يعني قبل كده السنين اللي فاتت انت مش متعود على كميه الضغط دي. وبالرغم من كده كمان مهندس محمود طاهر قال لا احنا مع اتحاد الكوره، احنا عايزين ننفذ سياسه اتحاد الكوره ان احنا نلتزم بنظام المسابقه وانتظامها ده في مصلحه الكوره المصريه. لكن شايف الضغط الكبير ده، الضغط العصبي على اللعيبه على كابتن حسام طالع من مباراه لمباراه، مباراه كلها مباريات اعتقد ان هي بالنسبه له مهمه جدا وبالنسبه للجماهير مهمه جدا، شايف التركيز الاكبر هو إيه؟ ما فيش شك، هو التركيز الاكبر انا متاكد لكابتن حسام البدري والجهاز واحنا ناس لعيبه قدامى وجمهور هو المباراه اللي جايه. خلاص هو ماتش الدوري، ودي الميزه اللي في النادي الاهلي حتى بتوارثها الاجيال. اللي انت اما بتنقل من بطوله لك دخلت في بطوله ثانيه نسيت دي ودخلت فيه. فحتى لما بنيجي نقعد مع بعض وحتى الجيل اللي موجود دلوقتي وهتلاقي الجهاز الفني يقول لك خلاص يا جماعه، حتى هم واقفين النهارده في الملعب هتلاقيهم بيقولوا ايه، خلاص المباراه اللي فاتت قفلنا صفحه الدوري يا جماعه، خلاص عندنا مباراه مهمه اللي هي قطن الكاميروني. فدي الميزه اللي النادي الاهلي بيطلع من بطوله لا دخله. بس هو ده قدر للنادي الاهلي على طول على طول النادي الاهلي، حتى لو لعبته في مباراه وديه حتى المباراه احنا بالزبط. كمان ما بنعرفش نجامل على فكره، احنا بقدامة لما بنروح نلعب، احنا مره رحنا لعبنا في الامارات كسبنا فرقه 10-0، الناس اللي قصادنا بيقول لك يا جماعه بنخلي ما بنعرفش هو ليه، هم احنا اتعودنا ولعبت النادي الاهلي اتعودت على بطولات، وانت برضو جربت لما جبت النادي الاهلي جرب هتلاقي نفسك لعبنا ماتش ودي في الكويت يا كابتن ياسر، ماتش اعتزال لحد مش عارف اتعادلنا او خسرنا يعني مشكله 3-2 او 2-1 كسروا الاتوبيس. بقول لك مشكله، هو ده قدر النادي الاهلي، جميل الاهلي قدر كسروا في مصر، عشان كده هتلاقي كابتن حسام هو هتلاقي الجهاز الفني مضغوط على طول. ليه هتلاقي طالع من بطوله الدوري داخل على بطوله افريقيا، من بطوله افريقيا داخل على كاس مصر، من كاس مصر داخل ثاني بطوله عربيه، من بطوله عربيه داخل حتى ما هتلعب الماتش اللي هو يودي اتلتيكو مدريد انت كنت بتتكلم عليه من شويه، برضه بالنسبه لنا مش مرابط ده حاجه كويسه، هتبقى حاجه في كاس، بيجي كاس بطوله بتحط زي ما احنا في مره من المرات كسبنا مدريد، وبعدين كمان اتلتيكو مدريد انت بتلعب برضه وانت الاهلي، انت اسم مش يعني صغير يا كابتن ميدو، انت دلوقتي النادي الاهلي مش دلوقتي من زمان النادي الاهلي بيسمع سواء في اوروبا ولا في افريقيا ولا في اسيا بيتسمع، والدليل اللي انت شركه تسويقيه بتعمل مباراه في الامارات علشان انت كمان بتعمل سياحه ترويجيه للدوله زي الامارات دي، النادي الاهلي بالزبط. نادي كبير لما ما خد بطوله قال لك احنا بقى يعني احنا بقينا قد النادي الاهلي، بقينا اقل من النادي الاهلي، احسن دي الفيفا اللي بتقول كمان بالزبط. يعني الفيفا اللي بتقول لك مين النادي القار، مين النادي اللي باخد اكتر بطولات، مين فكل ده انجاز بتحسب النادي الاهلي. وبرضه الفرق الاوروبيه ممكن تسمع، لكن يقول لك انا ما انا عايز العب النادي الاهلي ده اشوف ايه المستوى الفني بتاعه وصل لفين. لما بتيجي تلعب مستوى الفني وتشوف، ومره من المرات برضه انا فاكر لما لعبنا روما احمد حسام ميدو قال لي خلي بالكم الفرقه دي من الفرق اللي هي القويه في افريقيا بالزبط. يعني ادى تحذير خلى لعيبه روما بقوا جايين هنا مركزين المباراه 100%، مش جاي المباراه مش زي احنا رايحين نلعب في ماتش اعتزال ناخد الامور بتهريج ورايحين، لا فالامور كل مره بتختلف. فانا بدي العذر والله بجد، انا جربتها سواء لاعب او موجود مع النادي الاهلي او اللي بيمرن في النادي الاهلي بدي لهم العذر، اللي هم على طول مضغوطين يعني ان شاء الله ياخدوا ملايين الدنيا، بس انا بحس اللي مهما ياخد هو مضغوط. طب الجماهير اللي مش متقبله الموضوع ده كابتن ياسر، يعني في جماهير يقول لك ايه لا احنا مقدرين، وفي جماهير يقول لك لا احنا عايزين الاهلي على طول كويس، عايزين الاهلي على طول بيكسب باداء، عايزين. لا هو يعني ممكن تقول لهم ايه؟ لا هو الجمهور على فكره الاغلبيه مع الكلام اللي انت قلته الوجهه نظر الثانيه اللي هم عايزين على طول. تمام. النادي الاهلي عارف في سنه من السنين يقول لك ايه؟ احنا السنه دي احنا النادي مليان بطولات ومليان دوري وكاس، وتيجي اول ما نلاقي النادي الاهلي بدا يرجع تحت شويه في الدوري تلاقي الدنيا هاجت على طول. ليه؟ هما يقول لك ايه مش مشكله كابتن حسام بدري يلعب ناشئين ونشتري لعيبه ونعمل جيل النادي الاهلي لا النادي الاهلي ما ينفعش ممكن تصعد بعض اللعيبه من الناشئين انا معاك، ممكن تشتري بعض اللعيبه من انديه اخرى انا معاك، لكن انت ما تاخدش دوري دي صعبه. ليه؟ هو لن يقبل النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الا على بطوله الدوري.
ليه؟ لو اتاخد منه بطوله دوري سنوي حصلت معانا من سنتين الدنيا اتقلبت على النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكانت مشكله كبيره يعني. دي حقيقه، دي حقيقه. يعني برضو نروح للعيبه اللي حضرتك شايفها ان هي اتظلمت شويه، اتظلمت لضغط المباريات، اتظلمت لحجم المباريات، اتظلمت لفكر الكابتن حسام بدري اللي هو عايز يكسب في المقام الاول والاخير ان انا اكسب بمجموعه انا مقتنع بيها. شايف مين اللي كان ممكن يبقى ليه دور اثر بقى في حق نفسه يعني ظلم شويه؟ هخليك تقول الاجابه، فكر فيها شويه. نطلع فاصل فضل. ونرجع لكابتن ياسر ريان عشان يقول لنا رايه في هذا الموضوع.